من الواقع المعاش للفنانين وكذلك لواقعهم المعاش في بيئاتهم المختلفة. تقول صفية إباردان ونجمة بوكرش. لوحات فنية جميلة تحكي عن التراث، الطبيعة والمرأة القبائلية المعاصرة. هي صور فوتوغرافية من بورتريهات وحركات أوقفتها عدسات مصورة لفنانون شغفهم بهذا الفن جعلهم يستوقفون الزمن في كل حركة ولمحة يجعلونها موضوعا للوحاتهم. كي كون ان بالون معمر بالماء حنا اون فال بيرسي ويطيح les yeux ne sont pas capables de le voir. Mais on a les appareils photographiques et la technique photographique, elle nous permet ce qu'on appelle figer le mouvement. Ça veut dire le mouvement, نحبسوه نوقفوه في لحظة ما يشوفها العين ما تشوفهاش. Donc c'est un art aussi فن باش الفوتوغراف يتعلم يشوف ويحكم هذوك لي سين qu'on ne voit pas tous les jours. لتصبح الصورة في هذه اللوحات الفنية تتحدث عن نفسها ولا تحتاج للفنان، إذ تحكي عن مصورها الذي لم يستطع الانفصال عن بيئته وواقع حياته، فعبر عن همومه وأحاسيسه بلمساته الفنية التي أسقطها فوتوغرافيا على الصور التي التقطتها عدسته. جينا نديرو حاجة استيتيك و سونتي مونطال، تاني حاجة تخاديسيون حبينا نحافظو على التقاليد تاوعنا، نترونسمي لو ميساج تاوعنا، باسكو لو فوتوغراف شاك فوتو روبريزونت لو سونتيمون تاع شاك فوتوغراف. حتى وإن اختلفت الأدوات بين العدسة والفرشاة، إلا أنها تبقى تحمل رؤى فنية إبداعية لفنانون يحملون على عاتقهم نقل رسالتهم الفنية من خلال صور لا تصور إلا الأشياء الحقيقية التي تعد انعكاسا كافيا لواقعهم المعاش.